تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمريم عامر منيب ابنة المطرب الراحل عامر منيب، حيث كبرت وأصبحت شابة جميلة، بقت زي القمر. وقد نالت الصورة إعجاب المتابعين، مؤكدين الشبه الكبير بينها وبين والدها الراحل عامر منيب الله يرحمه، مات في عز شباب. كان من أحسن الأصوات. عامر منيب مولود 2 سبتمبر 1963، توفي 26 نوفمبر 2011، مغني وممثل مصري. ولد في حي الدقي بالجيزة لعائلة فنية، جدته هي الفنانة الراحلة ميري منيب، معروفة طبعا الفنانة القديرة ميري منيب. انتقل عامر منيب إلى منزل جدته بشبرا مع شقيقه الأكبر جمال وشقيقتيه الصغيرتان أميرة وأمينة. اعتاد عامر الذهاب مع جدته إلى مسرح نجيب الريحاني لمشاهدة أعمالها وأعمال زملائها من الفنانين، وكان مولعا بالمسرح والتمثيل رغم عشقه الشديد للغناء. توفيت جدته عندما كان في 6 من عمره. يذكر أن منيب كان يمر بأزمة صحية شديدة، دخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر ومكث فيها 10 أيام، حيث توفي عن عمر يناهز 48 عاما، تاركا خلفه زوجته إيمان الألفي وبناته الثلاثة، مريم كانت 15 عام وزينة 7 أعوام ونور كانت لا تتعدى عامين، ودي مع زوجته الجميلة في الفرح. دي صور متفرقة لي، تجميع لصور. الفرح حضروا كتير من المشاهير والنجوم. أنا مع زوجته. صور متفرقة جميلة كلها، فيهم شبه من بعض. مجموعة من الفنانين سامي العدل، نيلي، كلهم كانوا بيحبوه. كان عامر من الطلبة المتفوقين دراسيا في صفه، وتخرج عامر في كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1985. بعد حصوله على البكالوريوس بتقدير جيد جدا، أصبح معيدا بجامعته، وكان يقضي أوقات الفراغ بالغناء لمشاهير الطرب مثل الراحل عبد الحليم حافظ. في شهر رمضان عام 1987 جاءته تذكرة وأوراق عقد سفر لأستراليا للحصول على الدكتوراه والعمل بإحدى الجامعات هناك. وأثناء تناول السحور مع أصدقائه بأحد الفنادق ليودعهم قبل السفر، تصادف وجود كبار الفنانين في هذه السهرة وفي نفس الفندق، وهم محمود ياسين زوجته شهيرة ونور الشريف وزوجته بوسي، بالإضافة إلى الفنان فاروق الفيشاوي والموسيقار حلمي بكر. قد ألح عليه زملائه للغناء، فقام عامر بأداء أغنية الفن لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وفوجئ جميع الحضور بصوت عامر وأظهروا إعجابهم الشديد جدا به، وفي مقدمتهم الفنانين المذكورين، وقاموا بدعوته للجلوس معهم، وكانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لهم جميعا حينما اكتشفوا أنه حفيد الفنانة الكبيرة ميري منيب. وأخذه الموسيقار حلمي بكر على حدة وشجعه بشدة وطالبه بضرورة البقاء في مصر وعدم السفر، لكون هناك مستقبل كبير ينتظره بشرط أن يثقل موهبته بالدراسة. وبالفعل قام عامر عقب عودته للمنزل بتمضيق تذكرة السفر، قصة أغرب من الخيال.
وفي اليوم التالي خضع بشكل كامل لدروس الأستاذ عاطف عبد الحميد، أستاذ الموسيقى الشهير لآلة العود وعميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان. وتعلم عامر على يديه المقامات الموسيقية وحصص سولفيج الصوت، وقام بإحضار أستاذ آخر متخصص تعلم على يديه أصول وقواعد العزف على آلة العود. ثم قرر عامر تعلم فنون العزف على آلة البيانو، وبعد اجتياز هذه الدروس قام بتكوين فرقة موسيقية صغيرة انتقل بالغناء بها في الفنادق الكبرى. ولم يكن له أغاني خاصة به، بل كان يقدم أشهر وأجمل أغاني عبد الحليم حافظ وحقق بها شهرة جيدة. ثم قرر أن يكون له لون غنائي خاص به وإصدار ألبوم غنائي يحمل صوته بأغاني مستقلة له. وبالفعل بدأ عامر تجهيز ألبومه الأول على نفقاته الخاصة، ولكونه لم يكن يملك من المال ما يعينه على تنفيذ وإنتاج الألبوم، فقد قام ببيع سيارته الخاصة، بل واستدان من أصدقائه لكي يتمكن من دفع أجر فرقته الموسيقية وحجز الاستوديو. ورغم ذيك ذات اليد أصر على أن يتعاون مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين رغم أجورهم المرتفعة مثل مدحت العدل وصلاح الشرنوبي ورياض الهمشاري وآخرين، واستدان مرة أخرى من أجل طبع الألبوم وتوزيعه. وبالفعل أصدر الألبوم بعنوان لمحي عام 1990. ورغم الدعاية المحدودة التي صاحبته، إلا أن الألبوم حقق نجاحا نسبيا دفعه للاستمرار على الساحة، حيث كتب بالألبوم شهادة ميلاده الفنية. فبدأت عروض شركات الإنتاج تتوالى عليه بعد أن أصبح له قاعدة جماهيرية نسبية من جمهور الشباب ساعدها. الله يرحمه كان شاطر جدا، تعلم العزف وتعلم ودي مع مراته. ويذكر أن عامر مر بالعديد من الذكريات الطريفة مع جدته الفنانة ميري منيب، والتي كانت قد اختارت له اسم عامر لحبها الشديد للمشير عبد الحكيم عامر. ومن بين هذه المواقف علقة ساخنة تلقاها على يدها بسبب شقاوته ميري منيب، رغم الكوميديا التي كانت تظهر بها إلا أنها كانت جدة حازمة مع أحفادها. وكانت شقاوة عامر تسبب لها القلق الدائم، ففي إحدى المرات وأثناء تناول العائلة الطعام رفض عامر تناول شوربة العدس التي كانت تصمم ميري منيب على تواجدها باستمرار. ورغم أن كل العائلة وأخواتي كانوا يخافون من غضبها، إلا أنه لم يهتم ورفض تناولها. وعندما أصرت جدته وحاولت أن تجبره عليها، ضرب الطبق بيده، فتناثرت محتويات الطبق على الجميع بما فيهم جدته، فما كان من الأخير إلا أنها نهضت مسرعة وضربته علقة ساخنة بالعصا. منيب شعر وقتها بالغضب من الجدة ورفض تناول الطعام وجلس بعيدا يبكي، ورغم ذلك لم تصالحه الجدة ولم يتنازل هو عن موقفه إلا عندما صالحته والدته. وتأتي وفاة عامر منيب بعد معاناة مع مرض السرطان الذي أصابه في القولون لأكثر من عامين، حيث تم استئصاله في أحد المراكز الطبية بألمانيا، إلا أن حالته الصحية لم تتحسن قبل أن تتفاقم بشدة بأيامه الأخيرة. وبعد مرور أعوام على رحيل الفنان عامر منيب بعد معاناة مع مرض السرطان، لا يزال في ذاكرة الجمهور ويحب الاطلاع على أخبار عائلته. دي مراته اتحجبت وبناته كلهم زي القمر. كبرى بناته مريم أصبحت اليوم صبية جذابة للغاية بعد أن أصبحت في 19 من عمرها، ولكنها لا زالت حاملة إرث والدها عامر منيب. وقد جمعنا لكم صور مريم ابنة عامر منيب بالريق، وشاهدوا كيف كانت في طفولتها وكيف أصبحت اليوم شابة جذابة. برأيكم من تشبه أكثر، والدها أم والدتها؟ دي وهي طفلة، كانت طفلة جميلة.
بقت شابة زي القمر. هنا مع والدها عامر منيب الله يرحمه، دي صورة حالية ليها. أيام الثورة حط علم مصر، كان مبسوط بيها. صور نادرة اليوم مع بعض. أنا مع مراته جميلة.